في إطار تنفيذ قرار إيداع مبالغ القيمة المضافة عن الشريحة الأولى لحسابات المواطنين بمسكنهم الأول لعام 2019 بحسابات المشتركين المسجلين لذلك، والذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله بمراجعة آليات تطبيق القيمة المضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها، وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين للخدمات الأساسية، واستمرارا لمراعاة المواطنين وفق التوجيهات الملكية السامية فيما يتعلق بكلفة خدمات الكهرباء والماء للاستهلاك المنزلي للمواطنين في عام 2000، عندما تم خفض كلفة استهلاك الشريحة الأولى من 6 فلوس إلى 3 فلوس، وما تم كذلك في عام 2015 من استمرار الدعم الحكومي للكهرباء والماء لحسابات المواطنين في مسكنهم الأول. وقد صرح سعادة الشيخ نواف بن إبراهيم الخليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء بأن الهيئة أولت القرار اهتماما بالغا من خلال العمل على استكمال الآليات الفنية اللازمة لذلك، تمهيدا لإيداع مبالغ القيمة المضافة بحسابات المشتركين بعد قيامهم بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بذلك والتابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والذي سيتم الإعلان عنه قريبا. وأوضح بأن 64% من المشتركين البحرينيين لا يتجاوز معدل استهلاكهم للكهرباء شهريا الشريحة الأولى من فئات الاستهلاك والبالغة 3000 وحدة، وبالتالي لن يتأثروا من تطبيق القيمة المضافة. ونوه بأنه وفق اتفاقية ضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإنه لم يتم استثناء قطاع الكهرباء والماء من تحصيل الضريبة، ولكن وبحسب ما هو معمول به سابقا وحرصا على ألا يمس المواطنين المستحقين لدعم خدمات الكهرباء والماء في الحساب السكني الأول، فقد تقرر إيداع مبلغ القيمة المضافة في حساباتهم عن الشريحة الأولى من الاستهلاك. الجدير بالذكر أن عملية إتمام التسجيل يتطلب الرقم الشخصي ورقم حساب اشتراك خدمة الكهرباء والماء بالمسكن الأول وتاريخ انتهاء البطاقة الشخصية الذكية ورقم المجمع السكني ورقم الهاتف النقال، مع مراعاة أن تكون البطاقة الشخصية الذكية سارية المفعول.